سنت ثوار وي ستة سكورار نتجوز ديت غيوانت ناكنول يديوسين ديت مناطي ديزناي انا موكارا يتمسر نادو يسم تجوز نتوما نغط تشوني وذا سم غار زيتا تمسى ثاني مور يزراون وعزم نسطس تيوري وين ماشي تجا اكنولا غاسيري جمود من نظم كتارا كرهيم في ذور غاس بغزيز نتو سنة تدمسى ذو سبب ذي هذا في مزدا مهرجان هو مناسبة فرصة يفتح من المنطقة باش العرض المنتوجات نسن نتجوز دورايا بالضبط عارف مواد مهمة زي الندوان العلمية ندوان التاريخ الأنشطة الرياضية الأنشطة الثقافية مناسبة لكفاءات المنطقة العرض المخموري بالسنة الرياضية لون المراد زي المهرجان نجلس هو نحقق اقتراع اقتصادي للمنطقة ونحضروا الافتتاح ديال المهرجان ديال لوز باقليم تازا في المنطقه ديال اكنول. هذا المهرجان اللي الاهميه ديالو لا تخفى عليكم، اولا هي محطه من اجل توضيح ما تحقق في وخطه المغرب الاخضر وتنزيله على الارض بالنسبه للمنطقه ديال اكنول وبالنسبه لسلسله اللوز بصفه خاصه. زي جيت نيرني نوع زمر ماس المنتوجات متفجح متمناطة إذا شاش تطاس تيم سموني نو كيمياء وزين إذا تيكن الزيتون زيت جوز الزعفران شان نيرن ويسم غارسك فجاح نو مشانا مش دسني عزم سيهورة وسوق من غاسني يتجندر غيج حنا كنا في اللحة صغار في اللحة في اللحة ندير مزيانا نمتفق أن يش نتعاوني يدك سنجمع باش نجمع الجود نركاملين باش نسوق السلعة في اللحة مزيانة دير بحشوي الحمد لله نوط غريب جل المستوى اني اعلان دي الوقتة نسوف غنا حيا النغ زي قمشان تخت يتوتو شوي السنة ساعوانية دي 2011 غانا الواحد انتر زادي ستجوز غانا غن انواع نجز غانا ماركونا غانا فورنات غانا فيرانوس فيراديوس غانا غندق ليفات غانا غندق رقائق اللوز نتمنى ان شاء الله منتج لنا غادي هذيك الغبارة انواز منور عند جوزي اكنول يزرع سنتين نجم صنفار حطون تندين تناكلو سبسفاي غزرا ينفار هذا السير الماضي هو ذا ذي كم شننس وذي يلي ذا زين دي الأنشطة يزرع المهرجان الجوز كتار وامي هو ذا ذي الشاش نكتار زي ميان نيو ذا نتم سموني نتم يوزين يدي وسين زي خني فراد مني من لالة تاه لالة طاطة ذي موشا منيرن وزي سن تم يوزين يتار انتين يثير غيتش نتفجح مش نتفر ما سياني سقمو السعود بنسان ذي جيتا ويسشان تي فراز نتمناطا نوض المنتوجات الحنة رزت هما المنتوج الحنة باش كتسمى عريضات باش اسني ملي مد المنتوج الحنة ما قال المنتوجات اللي كتسيلان كوزا غن زين لي شامبوز ودي صابونيت ودي جيل دوش ولا ما قال تزغ الزيوت لي سيروم الشعر ولا الزيوت الور اشكون تفاغي كاد ميد ندرس نيوم كريست البرودوي اللي كاني تشيميك الكلينيكا كونتخ المشكلات الشين كرواق المقاومة وجيش تحرين تشارك للمرة الثانية ذي المهرجان جوز الدورة السادسة بعد المشاركة الممزغة بقينات بالدورة الخامسة والرواقة يعني تين يتعرف مجموعة من المقاومين المساهمين في جيش تحرير بحر منطقة الشمال ومنطقة الوسط المغرب والرواقة يعني تيني باسم مجموعة من المعروضات منها سوى المقاومة موسوعات عن المقاومين ليس مثلا ليس فون ليس مثلا رواقا فون تشكيلية من يتنن غارو سبب ذو مصارف يجي مزدر أكنو ذي مشانيت ديوت سندس نغار الماسا يجن ذي جنت ملدا حوما تزال من يتجن وتصال من تحذاجا زي الغيتش نتفجح كتار الزشت الزيتون ذي الجوز التزات يوزغن يزيست وسن الحيتة مش غاز دوسيني وذان سق مشان نيضن وذي مشان يمصبضا بالنسبة لهذه النسخة الثانية ديال المهرجان ديال اللوز كنعتبروها ناجحة 100% لا من ناحية ديال المنتوجات المجالية لا من ناحية ديال الزوار لا من ناحية ديال التنظيمات اللي مشاركة كاين تنظيمات على راس محلية كاين إقليمية كاين جهوية بالنسبة للمعارض ينادي عدد مزيان ونتمنى السنوات المقبلة غادي يجي أحسن وهذا المعرض يتشجع على الفلاحة يتشجع على السياحة في مدينة أكنول ونتمنى المبادرة تستمر أرزا سيغطي غيوانت أكنول سمية وزجاري نسمو تيتبدل خدمي كان أورانا
التنسويات مفتجح ديال الاقليم انتازا تنسموني المويذو ذا مدنيا اذن فرار تكون مقارن جوز اكو سيت محومة تيريث وريد يوسين صوص صافو تفراز شنان.